السلام عليكم. السلام. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. سيان اس كي بريسون كذا. وأنا عيشة. وأنا هميرة. اليوم سنقدم لكم الحوار تحت الموضوع لا لباس وأجمل من العافية. بر الوالدين مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. Maklumat berkaitan dengan dua sekolah. Kita masuk asrama dan dapat memilih untuk masuk asrama mana. Orang yang hafal Quran ke akhirat nanti dia boleh tarik mak ayah dia dari neraka masuk syurga.